صباح الفل عليكم. واتس بيهايند او ايفر الشخص اللي هيشاركنا تجربته هنعرفه دلوقتي مع بعض. هي فرصه نتعرف فيها على غيرنا يقدر يبتدي وينمي اللي بيعمله ازاي، ولو حابين ناخد نفس التراك نعمل ايه. تنويه كده على الماشي، التجارب دي تجارب شخصيه تخص اصحابها، فهنحاول تكون مع ناس مختلفه وتجارب مختلفه لعل وعسى تخبط في واحد شبهك، فيلا بينا. اسمي ياسين محجوب، عندي 30 سنة، عايش طول حياتي في اسكندرية. يمكن عائلتي هجين شويتين، يعني والدي أصوله من الصعيد وانتقلوا إلى المحلة وطنطا بحكم تجارة القماش. جدي تاجر قماش من زمان يعني، وعندهم محلاتهم وحاجاتهم حتى الآن موجودة في المحلة. ووالدتي جدتها تكون تركية وجدها صعيدي برضو ومامتها من القاهرة، فأنا يعني هذه الحصيلة من البشر يعني. بس أنا عايش طول حياتي في اسكندرية، اتعلمت هنا وعشت هنا ودرست هنا وكل حاجة يعني. بلعب مزيكا من وأنا صغير. بديت الموضوع الأول كنت بلقي شعر يعني في مدرسة، اكتشفني مدرس لغة عربية يعني، وبعدين أخدنا شوية مسابقات لطيفة وطلعت أول جمهورية في إلقاء شعر كده وحاجات كده. بعدين بقيت في مسرح المدرسة وكنت بغني معهم في البيت، لأن العيلة عندها أصول صوفية أو عندها كده نزعة صوفية كبيرة، فكنت دايما بحضر حضرات وبسمع حاجات صوفية أغلب الوقت، وأحيانا كنت بشارك والدتي وجدي في تلحين الحاجات دي وأنا طفل يعني. يبقى هما بيقعدوا يجيبوا القصائد دي ويقعدوا يجربوا بقى يلحنوها وكده، وأنا كنت بشارك في ده. فالموضوع ابتدى من هنا، من أول ما بقى مثلا بقيت 14 سنة ولا حاجة، بدأت أتجه أن أنا أكتب أغاني. طبعا كانت أغاني بسيطة وكلها بقى رومانسية وشعرية وحاجات كده بتاع، والاول كان ليا اصدقاء بيلحنوها في نفس مرحلتي العمريه او اكبر شويه، كانوا هما بيلعبوا جيتار بقى وكده، فبداوا يستفزوني ان انا احاول انا كمان العب جيتار واتعلم دوت وكده. فواحده واحده كده بدات انتقل من فكره المسرح لفكره ان انا بقيت بكتب اغاني او بكتب كلمات على الالحان اللي اصحابي بيكتبوها، او بكتب لهم كلام هما يلحنوه، فبقيت اكتب حاجات هما مش عايزين يلحنوها فبدات الحنها انا. من هنا بدأ موضوع التلحين يعني. لما جيت أخش الكلية يمكن كنت حطيت في موقف كده، أن أنا كنت طبعا كل طموحاتي زمان أن أنا أعمل ألحان لناس معروفة في السين في مصر يعني، أو مغنيين مصريين بوب طون المعروفين. فبدأت أروح القاهرة بقى وأنا عندي 19 سنة وابتدي أجرب وأسمع الناس ألحاني والحاجات دي، فكنت بتقابل شوية عشان ما كنتش معروف طبعا طفل، والناس بتبص لك بصة كده صغيرة، فمحدش كان بيهتم أبدا ولا بيسمعك ولا حاجات كده. فبدأت أتضايق بعد شوية، تحديدا كمان انه احد المعروفين منهم يعني عمل موقف مش لطيف كده، وكان صوته كمان سيء يعني، ما كانش مغني جامد ولا حاجه، بس راجل تم معامله في منتهى العوجان وقتها. فقررت ان انا ليه مضطر ان انا اعمل اغاني الناس تغنيها اصواتها وحشه لمجرد ان هم مشهورين، انا مش هعمل اغاني لحد. وبدات من 2009 2010 كده، كانت في فرق موجوده في اسكندريه كنت بروح احضر لها وبسمعهم، ان انا عايز اعمل كده، ان انا عايز اكون فريق اغني فيه حاجات ما هيش تقليدية بقى، ونقعد نغني بحبك وحشتيني الكرياتيني والحاجات دي. بدأت بقى ندور على المواضيع الاجتماعية أكتر وحاجات كده نتكلم فيها، ومن هنا بدأ فكرة بقى إن يبقى عندي فريق اللي هو قرار إزالة، اللي هو عدى بكذا مرحلة قبل ما يبقى قرار إزالة. كان اسمه الأول طابع بريد، وبعدين طابع بريد ده اتفركش وبقى حاجة اسمها الرصيف، في 500 شاعر و600 ملحن و300 واحد بيغني، والبروفا كان بيحضرها كل اصحابنا واصحابهم واصحاب صاحباتهم يعني. الموضوع كان صعب جدا، بنبقى في مكان اسمه مركز الابداع كده، الموضوع كان بيبقى مأساوي. بعدين الرصيف ده اتفركش وبعدين بقى قرار ازاله، وفي التوقيت ده انا انضميت لفريق اسمه ازرق سماوي، وهو كان من احد الفرق المهمه جدا جدا في مصر، بالنسبه لي كمان في المنطقه العربيه كلها، كانت بتلعب بروجريسيف روك. وهناك بقى اتعلمت حاجات كتير جدا متعلقه بشكل المزيكا، بمعاني حاجات كتيره ما كنتش اعرفها قبل ما اروح ازرق سماوي. المرحله ما قبل ازرق سماوي كنت عامل الحان وحاجات لطيفه وكده، لكن دخولي في ازرق سماوي 3 شهور اللي قعدتهم او الاربع شهور فادوني جدا جدا على مستويات كتيره، اتعلمت منهم حاجات ياما. كمان كانت نوعيه الاغاني والحاجات اللي بتتعمل في ازرق سماوي
كانت مختلفة ومميزة جدا، واعتقد ده فرق معايا كتير. يمكن كمان محمد عبد القادر في وقتها بدا اللي هو الاونر بتاع عزيز اسماء، او الراجل اللي بيغني الفوكاليست الاساسي وبيلحن اغلب الحاجات، هو كان معايا برضه نديم حبشي، بس انا ما قابلتش نديم غير مؤخرا. بس محمد عبد القادر في وقتها كان بيديني اغاني اسمعها ومزيكا تانية بديله عن اللي كنت اعرفه في وقتها، الكلام ده كان في 2010 وحاجات كده، فده برضه فرق معايا جدا. وبعدين بدا قرار ازاله، عملت فريق قرار ازاله في 2012، وفضل قرار ازاله موجود لحد دلوقتي يعني، يمكن متوقفين بس اخر سنه. وفي المرحله دي انا اتعلمت حاجات بقى في قرار ازاله كتيره جدا، ويعني قدرت اخد كذا ورك شوب في حاجات متعلقه بالهندسه الصوتيه وحاجات متعلقه بالميوزك برودكشن. وبقيت من 2017 لدلوقتي في اخر 4 سنين بشتغل عندي استوديو بسجل فيه وبتعلم كمان فيه، بعتبر نفسي يعني لسه صغير في موضوع الميوزك برودكشن والهندسه الصوتيه دي، وبحاول اتعلم كل فتره اكتر، و بعتبر اني في رابعه ابتدائي ما كانش يعني اقل، ومركز جدا في ده. بس كمان الموضوع فرق معايا في اخر سنين جدا، لاني لما جيت اعمل الالبوم بتاعي مع قرار ازاله الموضوع كان صعب جدا من الناحيه الانتاجيه، وده اللي خلاني اتجه ان انا عايز اعمل مزيكتي بنفسي، او انه اتعلم اساعد نفسي، وكمان لو اقدر اساعد حد يعني يستحق انه يتساعد يعني، سواء كان من اصدقائنا او حد فعلا يستاهل يعني، لان موضوع تسجيل الالبوم كان شيء صعب جدا. بس فمن 2017 وانا بشتغل ميوزك بروديوسر وصغير يعني، ومهندس صوت. كان ليا برضو الشرف ان انا خدت اكتر من ورشه متعلقه بالغنى وبالفوكاليز مع ناس كتيره قويه جدا جوه مصر وبره مصر، سواء دكتور نيفين علوبه هنا في مصر، او حتى روديكا دي حد كان موجود في مكتبه اسكندريه، ودكتور حسني وانا صغير، وناس تانية يعني، حتى كمان في لبنان إيلي أبيرعد كنت موجود في مسابقة وقعدت معه 10 أيام برضو فادني جدا. فيعني كان عندي حظ كويس ان اكون كده. وحاليا انا بمرن برضو صوت في بيرفورم، مشروع مسرح بيتعمل في اسكندرية في مركز الجيزويت الثقافي كل سنة، من مثلا من وانا عندي 11-12 سنة كده، يمكن اكبر شوية او اقل شوية، بس في الليفل ده كنت بدأت شوية ان انا ابقى بعيش في اماكن لوحدي يعني، مش جوه اسر قوي يعني، اما عند والدي شوية عند والدتي شوية، وساعات كنت ببقى لوحدي يعني، بس طبعا لوحدي وتحت اشرافه، لحد ما بقى عندي 16 سنة بقى الموضوع لوحدي وتحت اشراف يعني ربنا، ما حدش بقى كان بقى معي. ففي التوقيتات ديت كان طول الوقت بركز انه احاول اقرب من مجتمعات بتعمل فنون او بتعمل مزيكا او حاجات كده. فانا رحت عشت مثلا في المحلة مع والدي هناك، ما كانش فيه حاجة خالص تعمل خالص يعني، ما فيش أي حاجة. أنا قعدت هناك يمكن سنة ولا حاجة مش لاقي أي حاجة. ففين وفين كده حد قال لي في حاجة اسمها أسس ثقافة غزل المحلة، في هناك ناس بيعملوا مسرح. دخلت، السلام عليكم يا جماعة أنا بمثل وبتاع، كان عندهم عروض وكنت صغير جدا وصفايف كده ومش عارف إيه وبتاع. فلقيت نفسي بعد شوية كده موجود في أغلب العروض اللي هم بيعملوها في أدوار مهمة يعني وحاجات كده. كان حتى كان في مخرج وقتها اسمه شاذلي فرح الصمتي يعني مدين لي بإنه يعني، كان حد جدع معايا جدا. اخر 15 يوم لقيت نفسي بلبس في ادوار مهمه وطفل يعني، فده شجعني. في الفتره دي انا كنت بشتغل، عائلتي ناس كويسه وبتاع، بس انا كنت معتمد على نفسي تماما، فكنت بشتغل عشان اعرف اروح المسرح يعني، بشتغل عشان اعرف بالليل اطلع اجري على الساعه 6 اروح المسرح وحاجات كده. لما رجعت اسكندريه برضو هنا، اعتقد ان انا لما جيت العب جيتار اصدقائي اغلبهم كانوا بداوا بقى اللي يروح القاهره واللي مش عارف يعمل ايه واللي يتجوز وحاجات كده، فما كنتش عارف اروح فين، فكنت بمشي بالجيتار في اي حته مستني اشوف اي حد بيلعب اي حاجه اقعد جنبه كده يعلمني ان شاء الله تملي معاك يعني. فاكر في مره كان في كوتا ده كان بيتعامل مع عرض كل سنه بتبيع هدوم وحاجات وبتاع، فماشي كده قابلت شاب اسمه جابر فكري، مش هنساه خالص، انت بتلعب جيتار؟ قلت له لا. قال انت شايل الجيتار ليه؟ مستني اي حد يعني اشوفه بيلعب ولا ايه بتاع. مثلا ده بعد 3-4 شهور ما اشتريت الجيتار، فقال لي طب ما في استوديو اسمه مش عارف كذا اسمه مجدي الشيمي وبتاع وما اعرفش ايه وحاجات كده، الكلام ده كان عندي 17 سنه. فروحت استوديو مجدي الشيمي دوت ولقيت بقى الناس كلها بتلعب هناك جيتارات، كنت منبهر جدا، الله ايه الحلاوه دي، الناس دي يعني بتعمل كده ازاي وبتاع، وبدات اتعلم منهم. بس خليني اقول المرحله الاساسيه واللي انا بعتبرها فعلا فيها مجهود هي مرحله بنا قرار ازاله. ان قعدت 3 سنين الباند ده ما بيتجمعش يعني، قبل ما الباند طلع اول حفله لعبت مثلا مع 40 موسيقي وكلهم كانوا بيكملوش يعني بيمشوا، وكانوا انواع مختلفين، سواء كانوا صغيرين في السن كبار مستوياتهم متفاوته جدا. كل حد كان يجي يقول لي الله المحتوى لطيف قوي احنا ان شاء الله معاك، وما يجيش. واحيانا كنت بعمل بروفات لوحدي يعني، مثلا سبب علاقتي بصديقي الصديق دلوقتي عصام روك، عصام كان ماسك مكان اسمه الكابينه في اسكندريه، كان بيشوفني بيجي ناس ما بتجيش فقول له، فيقول لي البروفه مش هتتعمل، اقول له هتتعمل، اقوم جاي موصل الجيتار
وقعد مغني ساعتين، بس كان عندي اصرار البروجكت يطلع يعني. والمشروع ده نفسه مر بمراحل كتيره جدا جدا يعني، حتى لما المشروع طلع للنور بدا يحصل برضو يعني اختلافات وحاجات. البروجكت اتفركش اكتر من مره، سواء كان بقى ناس بتمشي، ناس بيحصل لها ازمات، او حتى اختلافات في وجهات النظر كانت بتخلي ناس تمشي. احنا برضو كنا صغيرين، فالناس ما بتبقاش يعني دايما فاهمه بتعمل ايه قوي. انا في المرحله دي مركز جدا جدا في موضوع الميوزك برودكشن والهندسه الصوتيه. يمكن تعلمت الموضوع دوت على ايد اكتر من حد، واولهم كان مهندس صوت في اسكندريه اسمه مايكل فوزي، علمني شويه حاجات ليها علاقه بالبرو تولز كمبادئ واساسيات. وبعد مايكل فوزي بدات احاول ادعبس برضو على ورش وحاجات، ما كانش في اي حد يقول اي حاجه برضو، ما اعرفش ليه. قبل ما يسافر كان ليا صديق اسمه تمراز، كان قاعد معايا رشحني برنامج تاني خالص اسمه كيو بيس. وبعدين بعد ما تمراز مشي برضو احتست يعني، الراجل قعد معايا قعدتين بس كانوا والله مفيدين جدا. وبعدين لقيت كده في ورشه اسمها حيال منور تقريبا او حاجه كده في القاهره، كان بيدرس فيها حد اسمه مفدي ثابت، مهندس صوت كبير ومعروف. اللي انا خدت بالي منه ان اغلب الكورسات والورش هي كانت مفيده، لان هي دخلتني جوه الموضوع او خلتني دلوقتي على الاقل على اول السلمه يعني، الا انها ما بتديش كل حاجه، وطول الوقت هي مجرد مداخل للاشياء. الحاجات بتبتدي ازاي، بتروح فين، المفروض ايه اللي يحصل، ده اسمه ايه وده اسمه ايه، وهتتعامل معاه ازاي، وتحتاجه امتى وما تعملوش امتى، وايه الصح وايه الغلط بشكل مبدئي. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اتعلم يعني، مقدر قوي قيمه ان انا لازم اتعلم طول الوقت. يمكن ده احيانا بيعمل عليا لود كبير، فكره انه مش حاسس بقى ان ايه يعني، بيخليني اتاخر في الشغل، بيخليني ما اعملش حاجات لنفسي، وبيخليني اشك طول الوقت. لكن مش عايز ابطل احس ان طول الوقت ان انا محتاج ده، وان ده شيء ضروري زي الاكل والشرب والتنفس، وان ده شيء ليه علاقه يعني شيء مهم ليه علاقه باستمراريتي بوجودي كفنان والله كبني ادم كتير يعني كمان. فدي حاجه انا طالع بيها الفتره اللي فاتت يعني في حياتي، ان انا لحد اخر وقت لازم افضل اتعلم، وان اي حاجه اتعلمها هي مش اخر حاجه في الموضوع اللي انا بتعلمه ده، هي مجرد جزء منه او مدخل ليه او حاجات كده. في تغيير كبير حصل لي الفتره الاخيره في حياتي متعلق بالمزيكا اللي بلعبها والمزيكا اللي بسمعها والحاجات اللي انا عايز اعملها. زمان انا كنت بلعب في باند، او اهتماماتي كلها كانت منصبه ناحيه الاورينتال روك ميوزك، روك عربي بيتغنى بكلام ما هوش تقليدي وما هوش كلام زي اللي موجود في الكوميرشال سين يعني في العادي، لا كلام اغلبه مش كلام غنائي، هو قصايد وحاجات مكتوبة علشان تبقى في الحقيقة ما تتغنيش. وكنت بحس بمتعة جديدة جدا ان انا ازاي قادر احول الكلام ده لأغنية يعني، ببقى مبسوط قوي ان انا عرفت اعمل ده. كتير جدا ناس كتير بتحبطني من حواليا يعني، انه يعني الكلام ده حدش يسمعه، وان ده شيء صعب وسهلها شوية. بصراحة كتير بسمع الكلام واحيانا بحاول اعمله، بس لا بدأت احس مؤخرا ان انا متعتي في ده، انا بستمتع بالكلام اللي شكله مش دايما طبعا، بس الاغلبية العظمى انا بحب الكلام المكتوب معمول فيه مجهود، اللي فيه تكنيك في الكتابة يعني، مش مجرد عشوائية يعني. فالقرار إزالة في ألبوم كامل قدرنا نحن نعمله اسمه دور ملوب، والألبوم ده قعدنا 3-4 سنين نعمله، كان معنا شركة إنتاج، والشركة دي حصل لها عسرة مالية كبيرة جدا، كان عندهم ديون يعني وحاجات، فاضطروا ان هم يقفلوا الشركة. ولقيت الألبوم بتاعي موجود في 3-4 استوديوهات مش عارف أخرجه، فبقى علينا ديون كبيرة جدا وفي اصرار كبير للالبوم يطلع، فشبه بقينا يعني بنحاول نسدها من كل حته يعني. من 2017 لحد النهارده يعني تعاونت مع سمير نصري. سمير هو اونر فيلا 70، وهو راجل مصمم استعراضات وراقص، بيرقص رقص معاصر وحاجات كده. سمير صديقي من سنين كبيره جدا، وهو معرفتي بيه جت ان هو عنده اخوه مينا بيكتب، ولما كنت صغير كان سمير ايام ما كان مينا في الجيش كان بيجيب بقى الليركس بتاعت مينا ويقعد يلف بيها على اصدقائنا الملحنين ويحاول يسمعهم، فكان يعني موقف نبيل جدا وحاجه لطيفه يعني، ان هو بيسعى لاخوه بيحاول يوصل كلامه يعني وحاجات كده وبتاع. قعدت كتير قوي ما شفتش سمير، وبعدين شفته بالصدفه لما فتح استوديو فيلا 70، وانا كنت خارج من كان عندي المفروض استوديو الاول في اسكندريه هنا في سان ستيفانو، وبالتعاون مع الشركه اللي هي طبعا حصل لها ظرف مالي كبير ده، فبقى عندي الحاجات بتاعتي مش عارف اروح فين. فبالصدفة سمير كان فاتح واتكلمنا وتعاوننا سوا، واحنا مع بعض دلوقتي من 2017 لحد النهارده. سعيد جدا جدا بخطوات كبيره اتعملت بالنسبه لي، كوني ان يبقى في استوديو قادر اسجل فيه حاجاتي
والحمد لله ربنا كرمني قدرت اشتري معدات واعمل حاجات. ما كانش الكلام ده كله يعني لحد ساعدنا فيه ولا حد ادانا فلوس ولا اي حاجه، كله جاء بتوفيق ربنا اولا ثم بمجهود، يعني بمجهود وشغل وتعب وسلف وتسديد. ويعني ليه؟ لانه في الاول وفي الاخر انا زي ما قلت لك في البدايه انا دقت جدا مررت ان مش لاقي مكان اشتغل فيه ولا اسجل حاجتي ولا حد يعمل لي حاجه، يعني قعدت سنين مش عارف اعمل ده. فدلوقتي لا بقى في الامكانيه ان اعمل دوت، وفي امكانيه ان انا انفذ الحاجات بتاعتي في مكاني وبقيت حاسس بشكل كبير ان ده يعني مكافاه حلوه بعد التعب اللي حصل، ان بقى على الاقل عندي مكان اقدر اقعد فيه اشتغل واشتغل فيه واعمل مزيكا بحبها او حتى اعمل حاجات لناس بحبها او اشتغل مع اصدقاء او اتعرف على ناس جديده. فبالنسبه لي الاستوديو ما بقاش بس مجرد مكان بشتغل فيه مثلا او مصدر اكل عيش وخلاص، لا يعني هو بقضي فيه اغلب وقتي يمكن اكتر ما بقعد في بيتي يعني. فانا مرتبط بشكل كبير بالمكان نفسيا وفكريا وكل حاجه. دلوقتي خلينا نتكلم كده عن البدايات والحاجات اللي انا مشيتها علشان احسن من نفسي او اشتغل بشكل احسن على نفسي. في الغنى في الحقيقه انا من وانا صغير ما كانش عندي اي مرشد او معلم او اي حاجه، الموضوع كان كله عباره عن ريفرنسز للحاجات اللي موجوده. يعني مثلا كنت بحاول وانا صغير ان اقلد جدا كل اللي بسمعه واجرب ان انا اسجل لنفسي واسمع صوتي واشوف لا ده كنت بقول دي وحش كنت بقول دي حلو، طب هما بيتنفسوا ازاي، طب بينطقوا ازاي، بيتكلموا ازاي، فلان ليه مميز، ليه مش عارف مثلا عبد الحليم جامد طب اقعد احفظ له حاجات واقعد اذاكره شويتين، ليه مش عارف مين كويس اقعد اغني له شويتين. فوانا صغير كنت باخد السكه ديت قبل ما ابتدي اتعلم بشكل اكاديمي شويتين مع مدرسين او ناس بتدرس غنى. في الحقيقه انه بعد حتى ما اتعلمت مع مدرسين غنى، وهو طبعا ده شيء مهم جدا ومفيد لأي حد نفسه يغني بشكل كويس انه يحاول انه يلجأ لحد مدرس يكون موثوق فيه يعلمه حتى الاساسيات الاساسية المتعلقة بازاي يتنفس، ازاي يطلع حروفه بشكل مظبوط، ازاي يقول نغمات مظبوطة، ازاي يعني ايه يعرف يعني ايه تايم ويعني ايه تيمبو، ازاي يغني جوه الايقاع والريزم بشكل واضح. كل الحاجات دي هو مش هيعرف يعرفها لوحده الا لو طبعا كان بيجتهد ويذاكر ويدور وكذا. بس انا دايما بحب ان يكون فيه على الاقل مرشد في البدايه، يعني يكون في حد كده بيقول لك واحد اتنين. في حاله عدم وجود الحد ده فانت عندك اوبشن رائع جدا ولطيف وهو المحاكاه. احنا كل حاجه اتعلمناها بالمحاكاه. فانا بصراحه وانا صغير اعتمدت هذا المنهج ولحد النهارده لما احب اعمل حاجه بشوف حد واقلده. يعني ففي الغنى مثلا انا كنت بشوف ناس بحبها وببتدي اقلد طريقتها جدا. بعد شويه بقى ليا طريقتي او في محاولتي لاكتشاف طريقتي بقيت الاقي طريقه بتاعتي انا. فده بالنسبة للغنى. ثم المرحلة الثانية والأفضل إنه يدرس بشكل أكاديمي، وده شيء مهم جدا 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 علشان بينقلك لمراحل وحاجات بيفتح لك وجهات نظر أنت ممكن ما توصل لهاش في العادي، أو لو هتعمل عليها سيرش أو تدور هيبقى الدنيا تايهة قوي زحمة. فلو في مدرس شاطر هيوصلك أسرع. فأنا بقترح يعني أو يعني بحب إن أقول للناس تعمل دوت. ده بالنسبة للغنى. في الجيتار انا خدت الجيتار بشكل برضو عفوي كده ونقدر نقول عشوائي، ان انا كنت بتفرج على ناس بيلعبوا ازاي برضو بقلدهم. الحاجات عندي كلها مشت محاكاه تحديدا في الغنى وفي الجيتار. فبقى عندي حاجات لطيفه اساسيه. رحت في البدايه الكونسرفتوار قعدت 3 شهور، حاجه مهمه جدا انا ندمان عليها ان انا ما استحملتش اني احفظ والعب تكنيكس ممكن تكون مش مهمة ومش هلعبها في أغاني طبيعية من أنا بلعبها، بس هي بعدين فهمت قوي قيمتها. وكنت أتمنى من كل قلبي أن أنا أصبر وأنا صغير على نفسي واستحمل كده سنة وألعب المقطوعات اللي بالنسبة لي غلسة ومش على وداني، وده كان هيفيدني كتير أن يكون التكنيك بتاعي أحسن ويكون عندي نولج أفضل. فبرضو بنصح أي حد عايز يلعب جيتار كويس أنه برضو يذاكر بشكل أكاديمي على الأقل في الأول، يعني يتعلم حتى الأساسيات. ما كل حاجة كل علم ليه أساسياته، فعلى الأقل يبقى عنده أساسيات العلم دوت ومعرفته عشان يقدر يبني عليه. دي حاجة أخرتني كتير في الجيتار، وأنا شايفها أخرتني كتير بشكل عام يعني. لكن بحاول دلوقتي على قد ما أقدر بعد ما كبرت شويتين إن أنا أواكب ده، أرجع أذاكر تاني وأرجع أشوف تاني حد شاطر وأذاكر معاه وأبتدي أنفذ وحاجات كده على قد ما قدرت. طبعا في الهندسة الصوتية والميوزك برودكشن عندنا مشكلة كبيرة جدا متعلقة بإنه مفيش ناس بتدرس ده أساسا. يعني في مصر الموضوع ده بيتعمل بشكل عشوائي،
اللهم الا في حاجات اكاديميه غاليه جدا بفلوس كتيره جدا، ولا زال هذه المعرفه ما هيش متاحه للجميع. الموضوع ده محتاج سيرش بقى وبحث ومذاكره ومجهود متعلق بقى بيوتيوب وبجوجل بقى، ويعني احتاج بحث كبير لانه برضو ما بيخلص. انا الطريقه اللي اتعلمت بيها زي ما قلت لك، كان عندي فرصه كويسه، انا كانت في شويه ورش فتحت لي حبه حاجات وشويه معارف واصدقاء طول الوقت بسالهم وبرجع لهم، واعتقد ده فادني يعني. بس هي اكتر حاجه فادتني هي موضوع زي ما قلت لك دخولي للورش، الورش اللي دخلتني في الموضوع. فلو في ورش برضو، النصيحه اللي اقول لاي حد، اعتبر في الورشه دي انت رايح تعرف مبادئ وحاجات اساسيه اوليه، ده مش نهايه العالم ولا اخره. انت محتاج ان انت تاخد ده وتبني عليه. تبني عليه ازاي؟ انك تعمل مجهود اكتر وتذاكر اكتر وتشوف الحاجات، يعني تاخد الاسامي دي وتروح تدور عليها وتشوف ايه ده ان الورش، اغلب الورش اللي موجوده في مصر تحديدا في موضوع ميوزك برودكشن والهندسه الصوتيه، هي بتشرح بدايات واساسيات وحاجات ينفع ناخدها ونبني فوقها. لو حد محتاج انه يسالني في حاجه متعلقه تحديدا بقى بالغنى، لاني بشتغل بقى دلوقتي 4 سنين او اكتر مدرس غنى، يقدر ان هو يعني يسيب لي اولا اسئلته تحت في الكومنتات، او يتواصل معايا عن طريق برضو الحاجات اللي موجوده، صفحه الفيسبوك بتاعتي او اليوتيوب او اي حاجه، وكذلك في ميوزك برودكشن او في. طبعا انا جيتاريست يعني ما انصحكوش خالص انتوا ترجعوا لي، بس عندي اصدقائي اقوياء وشاطرين ممكن انصحكم بيهم برضو. وطبعا لو حابين تتابعوني فبرضو اللينكات بتاعتي هتكون موجوده تحت اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام وكل الحاجات. واحلى مسا على الانسان. وبكده نكون خلصنا تجربه النهارده ونشوفكم في تجارب تانية قريب.